فهمي ابو خفا الليل يشكي لك سهيد وش ذا النجم ليه يا حبيب كريم. مشاهدينا متابعينا الاعزائنا ما كنتم مرة ثانية أن نلتقي مع هذه الشعارات في شوط آخر وهو الشوط الحادي عشر في مجموع أشواطنا وخصص لفئة الجعدان المحليات الأصايل على البركة. نبدأ أيضا بفرز المراكز الأولى ونعطيكم المركز الأول. عندنا صايد مهير بن علي بن راشد بن كليب من يقدم لنا صايد بالمركز الأول، يليه على المركز الثاني سلهود سيف بن مطر بن محمد بطبيعة الاجتبي من يأتي على المركز الثاني، شاهين بالمركز الثالث، سيف بن مطر بن محمد بطبيعة هم المركز الرابع في رابع المراكز رابع المراكز رابع المراكز اللي هو مهدي خميس بن فايل بن راشد العويسي، والشعار الرزي هذا شعار سعيد بن حميد الرزي الشامسي على ظهر طافش على ظهر طافش اللي بالمركز الرابع، والمركز الخامس مصيحان محمد السلطان بن دميثان، المركز السادس اقول الحذر سالم بن علي بن عبيد بن طويلش الاجتبي، والمركز السابع نشوف اللي في سابع المراكز هذا متعب 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 الصغير ولا متعب الكبير، هذا متعب الصغير هذا ينحدر من سلالة متعب المكسور الصغير عيد بن الصغير بن قدوم بن يرادة الاجتبي، هذه السنة سنة خير عليك يا بن يرادة، دا اليوم يعني وقيل اليوم هو ينافس ينافس وياخذ ثلاث نقاط اربع نقاط من كل سباق عندنا في ميدان الهباب. اما الميادين الثانيه ايضا نحن ما نتابعه ما ندري اكيد انها علومه طيبه. المركز الثامن مياس مطر بن سالم بن محمد بالهلي الهاجري، والتاسع هذا شعار الرموز هذا شعار بن كليب على ظهر شاهين او سويدان بن مصبح بن سالم المتفيج، والمركز العاشر اقول مهدي خميس بن فايل بن راشد العويسي. ليش مهدي؟ ما في هداوه يا العويسي، لا تهدي لا تهدي ابدا، هذه الرياضه عطها وتعطيك مثل الكره، اذا ما اعطيتها ما تعطيك الكره، اذا ما اعطيتها لعب ما تعطيك اقوال، الرياضه هذه نفس الشيء، الرياضه هذه اذا ما اعطيتها تضمير وجهد يقول الهين تبغي من يجاسي شده رجل نحاتي اللوم يوم يبده، هذه تبغي عناء واعتناء وتضمير وجهد واصاله ويعني خبره ويعني من هذا المجال. نشوف اللي غير النتيجه لصالح سلهود، سيف بن مطر بن محمد بطبيعه، سيف بن مطر بن محمد بطبيعه، الله راعي السيوف هذا راعي رمز راعي رمز اللي خذ سيفين العام، خذ سيفين العام في الوثبه وفي المرموم، سيفين من نصيبه على ظهر رمز على ظهر رمز في سن الحول في سن الحول، وهذا هو الان يقدم لنا سلهود. المركز الثاني الرزي الشامسي من يقدم طافش سعيد بن حميد الرزي الشامسي، والمركز الثالث اقول مياس يا بالهلي مياس، يا ليت يسمح به على الكاس يا ليت يسمح له يقول مسري على الكاس، لابس عقال السبق منكوس ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلع يكوس، هذا هو من عيال مياس، هذا من فملي مياس اللي يتقدم الى المركز الثاني الان، والمركز الثالث البضبيعه، والمركز الرابع عندنا الحذر سالم بن علي بن عبيد بن طويلش الاجتبي احد اعضاء اظني اللجان العامله في هذا الميدان بن طويلش، وهناك عندنا من الجانب الاخر ايضا من يتحرك نشوف يا هذا الله وصلكم راعي متعب وصل بن قنون وصل انا حذرت من البدايه وخبرتكم وقلت لكم عنه ان هذا يعني السنه عنده بغير في خطه التضمير مغير في خطه التضمير السنه ومصابي على تضمير يعني بعده ما حد صابه الا هو صابه عليه، يا اما انه يعني يريح وايد ولا انه يتعب وايد، نشوفه طيب شوفوا وين وصل، دعناه باول اذاعه في المركز العاشر، ثاني اذاعه في المركز السادس، الحين وصل المركز الرابع، الكيلو المتر الاخير بتلقونه هناك، وين بتلقونه الاول؟ الاول يلا نتمنى لك التوفيق
يا بن قنول كما نتمنى التوفيق لكل المشاركين. روح يا سيل، روح هناك عند بالمتفيج. الله يا المتفيج، اسمر او اسود على اصفر، جماله شعاره فايق المنظر. الله، روح عنهم، روح روح، خلاص 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 خلاص، مع السلامه مع السلامه. ما في حيله على ما يقولون، ما في حيله ما في حيله. والله حرام يا بن كريب، حرام والله. يعني نحن من مشجعينك من متابعينك، ليش ما شاركت بن هذه بلا 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 ما شاء الله تبارك الله في مهرجان الديد، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. والله يعني هذا 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 بيكون نصيبه سياره سياره سياره، بيتمشى فيها المتفيج في المدام اصبح وقيل بهم جيل. يا سلام عليك يا شاهين يا شاهين، ما شاء الله. هذا 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 ثلاث سيارات اربع سيارات ان شاء الله في رصيد السنه، بيكون اربع سيارات، كل من كل مهرجان بياخذ سياره. شوي حركه 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 يا ابو محمد، حركه. شوفوا شوفوا، نحن هنا نحن ما بقادرين نسيطر على على سيارتنا. حتى المصور يقول شوي 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 شوي، المصور يقول لي من فوق ما في زياده سرعه، شو نسوي؟ زين ترى شاهين اسرع عنا، شو نسوي؟ روح روح، سرعه 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 خياليه بالاضرب. روح يا سهيل، روح يا زهير يا سهيل، روح وشوف الزين، شوف شوفوا الزين، شوفوا وين وين خلاهم، وين خلاهم في مكان ما يرغبونه، مرهم في سرعه ما هو بريض ما هو بريض. الله، خلاص. شيء يقول لي المصور من فوق، شيء هي شيء يكلمني ولا يتكلم في التليفون؟ هو في شغله وانا في شغلي، هو في شغله وانا في شغلي. يلا يا شاهين، ما في حركه شوي، ما في ما في ما في ما في. الله، تمام. والله والله انك نمبر 1، والله انت رقم 1 صراحه. ما قصرت ما قصرت، وفيت وكفيت وفيت وكفيت يا شاهين، اشهد انك بيضت الوي ولا قصرت. وانت يا شاهين نقول لك، نعطيك شهاده من الهباب، نعطيك شهاده من ميدان الهباب انك تشارك في كل المهرجانات، شهاده موثقه من ميدان الهباب انك حزت على 10 على 10، درجه ممتاز درجه ممتاز. شوف شوف شوف، يوم قلنا ممتاز قال لا ابغي اعلى، انا توكل على الله نعطيك. شوف الشهادات العليا، بكالوريوس ولا خذ ما ماجستير، خذ الشهادات ما تشتهي. خلاص مفوض مفوض، سفير ميدان الهباب، سفير ميدان الهباب في المهرجانات. هذا هو شاهين السويدان بن مصبح بن سالم المتفيج، المركز الثاني بصيحان محمد بن سلطان بن دميثان، المركز الثالث ياتينا اللي هو شذيب احمد بن سالم بن غدير، المركز الرابع مهدي خميس بن فايل بن راهد العويسي، والخامس كم التوقيت؟ 7:58 7:58 التوقيت الافضل اليوم اظني، اللي سجل عندنا سجلتها قصايب.